السلام عليكم متابعينا الأعزاء. ستشاهد في فيديو اليوم لماذا لا يجب أن تقترب أو تلمس فيلا ميتا، وإلا ستكون النتائج وخيمة. ابقوا معنا لمتابعة ذلك. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. الأفيال هي أكبر الثدييات البرية، ولكن على الرغم من حجمها فإن الأفيال حساسة للغاية وتهتم بالحيوانات تماما مثل البشر. إذا بكى فيل الرضيع فإن القطيع كله سيواسي الطفل ويعانقونه بخراطيمهم لتهدئته. إنها حيوانات ذكية للغاية، ولديها عواطف ومشاعر وتعاطف ووعي ذاتي معقد. لا يظهرون هذه المشاعر تجاه نوعهم فحسب، بل تجاه البشر أيضا. الفيلة لطيفة جدا مع البشر، حتى عندما تكون في البرية فإنها تبذل قصارى جهدها حتى لا تؤذي البشر ما لم يتم استفزازها. هنالك الكثير من الأماكن التي تعيش فيها الأفيال في مناطق بها الكثير من الناس حولها، وكانت مسالمة معهم. وهذا يعني أنه يمكن أن يكونوا لطيفين أيضا إذا كانوا في الأسر. لكن هؤلاء العمالقة المسالمين واللطيفين يمكن أن يصبحوا سببا لموتك. على الرغم من أن الأفيال تكون مسالمة ومتناغمة تماما عندما تكون على قيد الحياة، إلا أن هذا الفيل نفسه يتحول فجأة إلى قنبلة، وذلك عندما يموت. أجل، عندما يموت الفيل تبدأ البكتيريا الموجودة داخل معدته في التحلل الجسم لإشباع جوعها، ونتيجة لذلك يتم إنتاج الكثير من الغازات الطبيعية مثل الميثان داخل الجثة. عندما يكون الحيوان على قيد الحياة فإنه يمشي، وبالتالي يعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح. ومنه فإن الأداء السليم للجهاز الهضمي يساعد في إخراج الغازات على أي حال من مكان ما. ولكن نظرا لأن الفيل أصبح بلا حياة تماما الآن، فلا يمكن للغاز الخروج في أي مكان، ويستمر في التراكم بالداخل، ويصبح الضغط داخل الفيل مرتفعا للغاية، بحيث إذا اخترقت جزءا صغيرا من جسده فسوف ينفجر. وفي الوقت نفسه، إذا فشل جسم الفيل في تحمل الضغط، فقد ينفجر من تلقاء نفسه دون أي عامل خارجي أو أي شيء. هذه الانفجارات قوية، لدرجة أنها يمكن أن تمزق جثة شخص يقف في مكان قريب. ولهذا يقال أنه يجب دائما مراقبة الفيل الميت من بعيد. فلا أحد يريد أن يقال أنه مات من انفجار فيل. لكن لم ينتهي الأمر هنا، لأن انفجار الأفيال ليس هو السبب الوحيد الذي يمنعك من الاقتراب من فيل ميت. لطالما اعتبرت الأفيال حيوانات حساسة لقدرتها على التعبير عن المشاعر وحتى التعاطف. الحيوانات الأخرى لا تبدي اهتماما كبيرا بجثث موتها، ولكن الأفيال تفعل ذلك. مثل البشر، تحزن الأفيال على موت أحبابها. يقومون بلمس وملاطفة جماجم أحبابهم المتوفين بخراطيمهم، وسيتوقفون لعدة دقائق في صمت في المكان الذي مات فيه أحباؤهم حتى بعد عدة سنوات من وفاتهم. قبل بضعة سنوات في محمية سان بورو الجميلة في كينيا، انهارت أم حاكمة تدعى إليانور إيلينش. اقتربت منها أم أخرى غريس بسرعة بنظرات تتدفق منها العاطفة. رفعت غريس إليانور بالكامل على قدميها، لكن إليانور سرعان ما انهارت مرة أخرى. بدت غريس متوترة للغاية، واستمرت في محاولة رفع إليانور ولم تنجح. بقيت غريس مع إليانور حتى حلول الليل. أثناء الليل ماتت إليانور. في اليوم التالي بدأ فيل يدعى ماوي يهز جسد إليانور بقدمه. وخلال اليوم الثالث حضرت العائلة إلى جثة إليانور، وعائلة مايا أقرب صديقة لإليانور وحتى غريس. في اليوم الخامس أمضت مايا ساعة ونصف بالقرب من جسد إليانور، وبعد أسبوع من وفاتها عادت عائلة إليانور وأمضت نصف ساعة. الفيل لا ينسى أبدا. الأفيال مسالمة، ولكنها لا تتحمل أي نوع من الاعتراض أثناء طقوس الصباح. لذا لا تقترب أبدا من فيل ميت، لأن عائلته قد تكون حوله وقد لا يدركون نواياك. لذا قد تنطلق آلية دفاعهم بشكل غريزي، وصدقنا أنك لست مستعدا لذلك. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.